العفو سيد، لما أنك تطرقت إلى الحوزة وإلى المراجع، نرجو أن تعطينا نبذة عن المرجعيات الشيعية وتأسيس حوزاتها العلمية والمناهج الدراسية، ومن هو أبرز مرجع للشيعة حتى الآن وحاليا، وما الشروط النظرية والعملية التي بموجبها يصل الفرد إلى مقام المرجعية العليا عند الشيعة؟ راح أجاوبك على الشق الأخير أولا. العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده أعمامة كبيرة لحية، ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون، إعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية. أي كان حتى إذا يكون هو أصل إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة، يصير مرجع له حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمى روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير مرجع. أما نظريا فالمقلد أولا هو التقليد، المقلد والمقلد هذا شيء جديد جابوه الإنجليز بال 1914. قبل 1914 لا أكو مقلد ولا مقلد، وحتى 1919 ما أكو رسالة عملية. أول رسالة عملية سواها سيد أبو الحسن. فالشروط النظرية لوصول الفرد إلى المرجعية، الشروط النظرية يجيبون يقولون أكو رواية عن الحجة أو غير الحجة، كيف يصير المرجع مرجعا، المقلد مقلدا، من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه يعني لأمر مولاه فللعوام أن يقدم أن يقلدوه. أولا فللعوام مو فعل العوام، ويقولون هذا المقلد بأحد طرق نظريا بأحد طرق ثلاثة يمكن أن يكون مقلد مرجع، يعني إما شهود اثنين يشهدون من أصحاب الخبرة على أن لا يكون مقابلهم شاهدان عادلان ينقضون هاي الشهادة، وهذا مستحيل. واحد أي واحد يجيب شاهدين أكو آلاف ضده، يعني مو وياه، لأن كل مرجع عنده شهود، فهذا هو من أصله ملغي، ما معقول ولا مقبول عقليا. الشرط الثاني أنك أنت المقلد بنفسك تمتحن المرجع وتعرف هذا هو الأعلم الأفقه، إذا أنت تقدر الأعلم الأورع، إذا تقدر تمتحنه ماكو داعي تقلد، أنت مجتهد يعني. إذا بإمكانك تمتحنه معناه أنت ما تحتاج قلد. هذا الشرط هم منفي. الشرط الثالث أشياء المفيد للعلم، يعني وين ما تروح يقولون خوي خوي سيستاني سيستاني سيستاني، هاي هم تصير بفلوس، كل من يعطي فلوس يسوي له دعاية للعصابة يصير. فثلاثة المرفوضات. فأنا شخصيا قلدت سيد أبو الحسن، وبعد 10 سنين عرفت والدي كان أعلم من سيد أبو الحسن، ما كانت متوفرة الشروط النظرية بوالدي، وكثير من الناس يقلدون وما يعرفون أكو بالرسالة العملية تحرير الوسيلة. الرسالة العملية مسألة 12 من باب النكاح تحرير الوسيلة ووسيلة النجاة، يجوز الاستمتاع بالرضيعة بتصريح كالضم محيط بشهوة. هاي شو الفتوى؟ أكو إيش فتاوي؟ فهاي نظرية نظرية غير مطبقة وخالية، وعمليا هذا فساد. أنه كل من عنده عصابة وكل من دعم الحكومة المحلية هذا الصوت أي ما 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 مرجع، فالناس في مضللون. صحيح.
حميد الناس مضللون المقلدون مساكين ما يدرون شكو ماكو. فهمت عليه؟ اقرأ أيها الشيعي المنصف فتوى الإمام الخميني في إباحة تبخيذ الرضيعة، كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 مسألة رقم 12. قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. أعوذ بالله من هذا الشيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله